سبحان الله العظيم، ما الذي يصبر أهل غزة على هذه الجراحات؟ جراحات، قصف، دمار، قتل، سبحان الله العظيم، ما الذي يصبرهم؟ أقول علم أهل غزة حقيقة هذه الدنيا أن مآلها إلى فناء، فمهما أخذ الواحد منا يعني متاع الدنيا وزهرتها لابد أن يأتي يوم ونترك هذه الزهرة أيا كانت، زهرة هذه الحياة أيا كانت سنتركها، سواء نحن يعني أو غيرنا، سبحان الله العظيم، إنك ميت وإنهم ميتون. ثم علموا نظنهم علموا كذلك حقيقة الدار الآخرة أنهم سائرون إليها، سبحان الله العظيم، فقدموا الدار الآخرة الدار الباقية على دار الفناء، وهذا هو العقل. علمنا أنه لا طريق للجنة إلا عبر المكاره، فطريق غزة المحفوف بالمكاره والأشواك، المحفوف بقصف الطائرات، المحفوف بالقتل بالتدمير وإلى آخره، ألا وهو طريق يوصل بإذن ربنا سبحانه وتعالى إلى جنة عرضها السماوات والأراضي. يا رب، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا ما بلغ به إخواننا.